يجسد صحفي يعمل بصحيفة عكاظ السعودية دورا مركبا في مسلسل باب الحارة. ومن المنتظر أن يحل الصحفي الممثل نعيم تميم الحكيم صباح اليوم ضيفا على برنامج صباح السعودية عبر القناة الأولى ليتحدث عن تجربته بالمسلسل. وبحسب صحيفة عكاظ فقد شارك نعيم الحكيم في الجزء الخامس من مسلسل باب الحارة في دور جاسوس يعمل لدى الفرنسيين ويتخفى في الحارة منتحلا شخصية بائع الدبس. تجربة باب الحارة هي الأولى للحكيم في مجال التمثيل التلفزيوني، فيما يستعد هذه الأيام لخوض تجربة جديدة في المسرح إلى جانب الممثل القدير حسن حسني من خلال مسرحية تهامي كول التي تعرض في صيف إبها. ومن ناحية أخرى فقد جددت الشركة المنتجة لباب الحارة هذا العام تعاونها مع الكاتب مروان قاووق والمخرج محمد زهير رجب الذين تولى الإشراف على الجزء العاشر من العمل والذي عرض خلال العام الماضي. ومن المقرر أن ينطلق عملية تصويره خلال أيام قليلة بعد الاتفاق بشكل رسمي مع بعض النجوم المشاركين فيه والذين لم يكشف عن هويتهم إلى الآن، باستثناء الفنانة هدى الشعراوي التي ستستمر بدور الداية أم زكي والفنانة رنا الأبيض التي ستلعب دور المحامية جولي.